يا مساء الخيرات والسعادة عليكم كلكم، وحشتوني. اخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا معانا النهاردة مشكلة بعض البنات بتعاني منها، وهي مشكلة تقصف الشعر. عايزين نعرف ايه اسباب تقصف الشعر، وليه شعرنا بيتقصف، وليه بيبقى هايش من منطقة الطروف. تعالوا كده نعمل او نتعلم نفهم شعرنا صح، ويلا بينا نشوف اسباب تقصف الشعر على قناة كوني اجمل مع سماح. اول حاجة يا بنات عايزين نعرفها اسباب تقصف الشعر ايه. بنات كتيرة قالوا لي يا سماح احنا شعرنا مقصف، طروفه مقصفة، السبب ايه؟ اول حاجة كل البنات بتستخدمها كريم فرد الشعر، البروتين، الكرياتين، كل الحاجات دي بتقصف الشعر. مفيش حد استخدم البروتين او الكرياتين او الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه بتاع فرد الشعر ده غير لما بوظله الشعراية. اوكي، فبالله عليكم ابعدوا عن الحاجات اللي فيها كيميكالز. الحاجات دي يا بنات وقسما بالله بتجيب امراض الكانسر. ابعدوا عن البروتين والكرياتين لانها بتسبب بتؤدي الى تقصف الشعر، وبالتالي بتؤدي الى تساقط الشعر في النهاية. دي حاجة. الحاجة التانية، البنات اللي بتستخدم البيبي ليس الاكسسوار كتير، يعني في بنات كده اما تعوز تنشف شعرها بتقوم بالاكسسوار بسرعة او البيبي ليس وبتعمل شعرها، الشعراية بتاعتك بتتقصف. اوكي، دي حاجة. الحاجة التالت حاجة، البنات اللي بتعاني من، في بنات بتبقى عندها نقص حديد، يعني البنات اللي بتعاني من نقص حديد بالتالي بيحصل لهم تقصف في الشعراية والشعراية بتقع. يبقى اللي عندهم انيميا او عندهم نقص الحديد بيحصل لهم تقصف شعر. دي حاجة. البنات اللي بتستخدم كل شوية شامبوهات، انا عايزة اقول لكم حاجة، هاتوا اي ازازة شامبو بتستخدموها وقلبيها كده وشوفي ايه المكونات اللي انت بتحطيها على فروة راسك. هتلاقي فيها قطران، ركزوا، وسلفات، وحاجات اصلا من مواد كيميائية اصلا هي بتضر الشعراية، ما بتعالجيش الشعر، بتأدي الى وفي بنات بقى فيها طبع، اما تيجي تحط الشامبو، اي شامبو لازم يتخفف، ما ينفعش يتحط مباشرة على الشعراية، لازم تحطي حبة كده هنا في كفة الايد وتخففيهم بمية وتغسلي بيهم شعرك. لا، في بنات بتحطه بيور كده، يعني بتنزل من الازازة وتحط على شعرها، فبالتالي بيؤدي الى تقصف الشعراية. اوكي، فخلي بالكو يا بنات بقدر الامكان ابعدوا عن الشامبوهات الكيميكالز اللي فيها كيماويات، ابعدوا عنها. وصدقوني انتوا لو جبتوا الازازة وقرأتوها هتلاقوا ورا في حاجات بلاوي، يعني مثلا تبقي شايرة مثلا اوريدي شامبو منعا لتساقط الشعر، اقلبي كده ظهره وشوفي مكتوب ايه، هتلاقي في حاجات منيله، سوري في اللفظ، منيله في 60 ميله، كده كده شعرك هيقع من خلال المواد دي. يعني ايه القطران؟ ازاي يعني ازاي قطران وشعر ما يتقصفش او ما يقعش؟ ازاي؟ في مكونات اصلا تانية، يعني علميا المكونات دي اصلا بتضر الجلد، فاحنا بقدر الامكان نفكر ان احنا نستخدم شامبو طبيعي. دي حاجة. البنات اللي عندها نقص فيتامين د وفيتامين ب12، يبقى فيتامين د وب12. ال12 في ايه يا سماح؟ بصوا، والاوميجا 3، التلاتة دول، فيتامين د، طبعا فيتامين د ده اللي هو فيتامين بيجي من الشمس، فاللي عنده نقص فيتامين د بيحصل له
تقصف في الاطراف الشعر. اللي عنده نقص اوميجا 3 بيحصل له تقصف في الشعر، تمام؟ مع اللي عنده نقص حديد بالتالي بيحصل تقصف سوري تقصف في اطراف الشعراية. فبالله عليكو عندكو كل الأطعمة اللي هتفيد شعركو، بلاش تعتمدوا على الفيتامين المالتي فيتامين اللي احنا بنشتريه وبنقول ياه ده بيخلي صحتنا جيدة. صدقوني ادخلوا شوفوا مكتوب على المالتي فيتامين اللي احنا بناخدها فيها مواد ايه. ما تسمعوش كلام سماح، بس ادخلوا شوفوا مكتوب عليها المواد بالانجلش. اصلا منظمة الصحة العالمية اخيرا حذرت من المالتي فيتامين. يعني ايه مالتي فيتامين؟ يعني فيتامينات متعددة، اوكي؟ فبالله عليكم حاولوا تستمدوا الفيتامينات بتاعتكم من الاكل. فيتامين دال، فيتامين بي 12، بي 12 موجود في الافوكادو. في ناس هيقولوا احنا مش هنقدر ناكل افوكادو، سردين اكبر، بصوا اكبر اوميجا 3، كميه اوميجا 3 موجوده في السردين. السردين موجود عندنا في مصر يعني وفي كل الشعوب العربيه، ليه نروح نجيب علبه اوميجا 3 عشان شعرنا تقصف او شعرنا تساقط بماكسيمم 150 جنيه؟ مع العلم ان احنا ممكن ناكل حاجات تحمينا وتحمي شعرنا من غزانة. ليه بقى عندنا ثقافة ان احنا نشتري مالتي فيتامين وناخدها؟ ما احنا نشوف ناقصنا مثلا فيتامين، مثلا سي ناقصنا فيتامين دال نستمده. فيتامين دال يا بنات عشان تبقوا خدوه من لب اللي هو لب القرع، اوكي؟ لب القرع ده فيتامين دال. عندكم ما شاء الله، اقعدوا ابحثوا، اوعوا تستخسروا في صحتكم حاجه. مش معنى ان شعري بيقع اقعد استنى، او شعري متقصف لحد لما يقع خالص، لا، اقول ستوب، لا، هنا في مشكله، ده مؤشر. ابحث اشوف انا عندي نقص في ايه، اتعلم ازاي اعالج شعري، مساسيب شعري لما يتقصف سوري في اللفظ ويبقى عامل زي القش. ليه اروح اعمل بروتين وكرياتين؟ انا ربنا خلقني شعري كيرلي مثلا، ليه اروح افرد شعري بمواد كيميائيه تبوظ لي الشعرايه؟ هي بتتفرد، بصوا هي 3 ايام بس، خلي بالكم بتتفرد 3 ايام، بعد كده بتبقى عباره عن قش. اللي بيستخدم بروتين او كرياتين او اي حاجة اخرها طين في الاخر بتأدي لتقصف الشعر وتساقطه في النهاية. غير كده ان هي بتأثر على فروة الراس، فبالتالي على المدى البعيد بتسبب لي امراض اصلا صحية. دي حاجة. الحاجة اللي بعدها الصبغات. يا بنات احنا ربنا خلق مننا اللي لونها شعرها لونه اسمر، اللي لونه بلوند، اللي لونه اصفر. صدقيني تغييرك لنفسك مش باللون، ما تزعليش مني. شوفوا كم واحده صبغه شعرها باظ، عشان دي مواد كيميائيه بتاثر على الشعرايه. شوفوا الشعرايه من تحت بتلاقوا فيها عامله كده، عامله زي السلوك. ليه؟ عشان اغير لون شعري؟ سوري، مع احترامي للجميع انا بغير علشان فلان يشوفني حلوة، او عشان، مع احترامي ليك، طز في اي حد، اهم حاجة نفسك صحتك. ما تزعليش مني، انت لو تعبتي اكيد اكيد طبعا الاولاد كلهم هيهاجموني، انت لو تعبتي مفيش حد هيرحمك. وانا بقولها واكيد انتوا كلكم دلوقتي لما تشوفوا الفيديو ده هتضحكوا، محدش هيرحمك. مش هروح اعمل شعري اصفر او احمر عشان ارضي سوري ارضى اللي قدامي، او علشان جوزي مثلا ما يبصش بره، او لا
لا ما انا مش هضر نفسي عشان حد، انتوا فاهمين وجهة نظري؟ ليه اضر شعري عشان حد؟ على فكرة انا ممكن اغير، على فكرة التغير في جمال الانثى مش ان انا اضر نفسي وبعد كده اقول في الاخر يعني تعالوا شوفوا صحابي كتير قوي بيجي يقولوا لي يا سماح احنا بنستخدم صبغات شعرنا باظ، اقول لها ده بنتي استفدت ايه يعني، سوري انت عملتي ليه الصبغه عشان شعرك يبقى قش يعني، لفظيا بيبقى عباره عن قش، عشان ترضي مين؟ ما تزعليش مني يعني، تقول لي يا سماح احنا اصحابي قالوا لي مش عارفه ايه فقلت اغير. ده بقول لك حاجه، هو انا عشان اتغير اغير يعني سوري بالظبط يعني عاملين زي ايه يعني، انا مثلا يعني الموضه مثلا سي مثلا نزلت موضه كل واحده مثلا يعني تعور نفسها، اقوم راح انا معوره نفسي مثلا؟ لازم يكون عندنا ثقافه حب نفسك بالعقل عشان تكوني اجمل. انا نفسي ودي رسالتي وعلى وجه الارض بجد نفسي ان كل واحده تحب نفسها لذاتها، مش عشان اقلد فلانه او عشان ارض فلان، او مع احترامي للناس نفسك ثم صحتك. ما زعليش مني انت لو نمتي في السرير، ما زعليش مني انت شعرك لما بيبقى قش الناس تقعد تتخيل عليك تقول لك ايه ده انت عامله شعرك ايه، ولو انت سايبه شعرك لونه زي ما هو اسود يقول لك انت ما بتغيريش ليه شعرك، فانت عمرك ما هترضي الناس سواء كده او كده، عمرك ما هترضي الناس. فليه من البداية انك تضر نفسك اصلا وتدخلي في نفسك في متاهات انت في غنى عنها؟ يبقى اول حاجة نبعد عن الصبغات، نبعد عن البروتين والكرياتين والحاجات اللي هي بتفرد الشعر، نقلل من البيبي ليس والاكسسوار، نستخدم شامبوهات تكون طبيعية. والله والله يا بنات كريمات الفرد او البروتين او الكرياتين انا مش عايزة اقول لكم هي فيها مادة ايه، هي فيها مادة فولمارين، فولمارين دي اللي بيحنطوا بيها الاموات ده حقيقة، واحنا بنستخدمها. ليه ما بنلجأش للطبيعة؟ ليه ما بندورش على بدائل طبيعية؟ ليه بنروح للكيميكالز؟ انا مش عارفة. دي حاجة. الحاجة الاسباب برضو تكثف الشعر، البنات اللي لما بتاخد شاور اقوم راحة مسرحة شعري على طول، لا سيب شعرك شوية يعني سيبيه كده شوية وبعد كده سرحيه اطراف شعرك من تحت لفوق. وهقول لكم على حاجة، بنات استخدموا المست الخشب، ارجعوا زي زمان الناس كانت بتستخدم المشط الخشب، من اجمل الحاجات للشعر، ما بتقصفش الشعرايه المشط الخشب بتاعنا. خلاص يبقى عشان نمنع تكثف الشعر لازم ناكل بروتين كتير، لازم ناكل بيض، البيض اللي هو فيه البيوتين، والبيوتين هو المسؤول عن تكوين الشعرايه، يبقى لازم ناكل بيض كتير. لازم ندور على العناصر الغذائية اللي ناقصة في جسمنا وناخدها في هيئة اكل. انا بفضل الاكل، ما بفضلش المالتي فيتامين. ما قدرتك انك تاخدي مالتي فيتامين، خدي مالتي فيتامين تكون طبيعية بيور، اخداها من منتجات طبيعية، دوروا كده واقرأوا المالتي فيتامين دي تكون مكتوب عليها من مواد طبيعية. تمام؟ دي حاجة. فبالتالي لازم 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 تتعلمي ازاي تحافظي على شعرك. انا قلتلك الاسباب اللي بتمنع تكثف الشعر، فانت بالتالي لازم تبعدي عنها. طبعا انت هتقولي ده احنا عايزين وصفة، قبل الوصفة
لازم تدوري على الحاجات اللي انا قلت عليها دي وتصلحيها الاول. يعني مهما اديتك وصفة وانتي عندك بتعملي العادات الغلط دي، صدقيني الوصفة كلها في الفاضي. يبقى سوري في اللفظ، انتي بتضحكي على نفسك. لازم تعالجي الحاجات دي او تبعدي عنها وبالتالي تستخدمي الوصفة. طيب ده بنا يا سماح، عملت كل حاجة وبعدت عن الحاجات دي كلها، طيب ايه الوصفة؟ بصوا يا بنات، انا هقول لكم على وصفة كده هي جميلة جدا لتقصف الشعر. عارفين نخاع العظم اللي هو عظم الكاو او عظم البقرة، بتلاقي فيها مادة لونها ابيض، دي بتحطوها على النار فبالتالي بتسيح، وتحطوها على بصيلات الشعر. هتقولوا لي ريحتها وحشة يا سماح، اه هي ريحتها وحشة بس بتنعم الشعراية، بتلمع الشعراية، بتقفلك الاطراف. خلي بالكم يعني ايه تقصف الشعراية، يعني الشعراية بتنحرف بتبقى كده، فبالتالي بتلم الشعراية، بتحافظ على الغذاء البروتيني للشعراية بقدر الامكان. لكن الوصفة مش هتجيب نتيجة معاكي غير في حالة واحدة، لو انت بطلت الحاجات اللي انا قلتلك عليها اللي لو حد بيعملها لازم يبعد عنها. يبقى نجيب نخاع العظم وبنسيحه على النار وبنحطه على الشعر بتاعنا، وبعد كده بنغسله. تعملي العملة دي زي ما بيقولوا اسبوعين، وان شاء الله مع انك تبعدي عن العادات دي شعرك هيتحسن. تمام، بالله عليكم بالله عليكم، حب نفسك، اهتم بنفسك كرمال نفسك مش كرمال حدا، يعني حب نفسك عشان نفسك. واعرفي انت بتحطي ايه في شعرك، مش اي حد يقولك على اي حاجة تعمليها وخلاص، لا شوفي انت عندك مشكلة في ايه وادخلي اعملي سيرش، اعرفي ايه اسباب تساقط الشعر، ايه التحليل اللي انا مفروض اعملها عشان اعرف اسباب تساقط الشعر اللي عندي، وحلي المشكلة. مش تحلي المشكلة، ما هقولك حاجة، ما هو انا ممكن في كريم مثلا ممكن يناسبني انا بس ما يناسبش حد تاني. بتختلف عن ايه؟ عن حالة كل انسان. يعني اللي عنده انيميا لازم يعالج الانيميا الاول ويظبط الانيميا، اللي عنده نقص فيتامين د لازم ياخد ادوية فيها فيتامين د، او ياكل غذاء فيه فيتامين د. مفيش طبعا غذاء فيه فيتامين د لازم اتعرض للشمس. على فكرة فيتامين د مفيش، الحاجة الوحيدة اللي فيها فيتامين د التعرض للشمس. تمام، طبعا بالنسبة لأوميجا 3 اكل سردين كتير، اكل مكسرات. طبعا صدقيني هي مش، انا عايزة اقول لكم حاجة، هي مش بالغنى ولا بالفقر، بمعنى صدقوني الأوميجا 3 موجود في السردينة وموجود في السلمون وموجود في التونة، كل واحد يختار اللي هيناسب امكانياته. وصلت؟ ب12 موجود في الجمبري، موجود في الكابوريا. وصلت؟ فبالله عليكم بالله عليكم اتعلموا ازاي تحافظوا على شعركم. انا بزعل لما بلاقي شعر بين نوتة قدامي، سوري في اللفظ، شبه القش، بزعل، ببقى عارفة ان هي عاملة مشكلة، يعني في عندها خلل في عدة من النقاط اللي انا قلت عليها. فبالله عليكم حافظوا على شعركم علشان تكوني اجمل. زي ما انا قلت لازم تتعلمي ازاي تكوني جميلة، مش تكوني جميلة ان انا قلد حد، لا اتعلمي يبقى عندك ثقافة. انا عندي طب المشكلة دي، طب انا هبحث وهحلها بمشيئة الله، انا هحلها
تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا انتوا عارفين انا بتكلم معاكم، انتوا زي اخواتي، بتكلم مع كل بنوتة ببقى خايفة عليها على اكنها انا، لان انا كنت زيكم في يوم من الايام، كنت يعني بصوا زيكم بالظبط. فلما فكرت ان انا اتعامل مع كل مشكلة عندي بالعقل وبالمنطق، الحمد لله بفضل ربنا بتتحل. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم. معلش سامحوني، انا اسفة طولت عليكم الفيديو. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهاتي. ما تنسونيش بقى في اللايك، حطي لايك، حطي لايك، وما تنسوش يا بنات تعملوا شير عشان كل بنوتة تقدر تستفيد من فيديوهاتنا.